When someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. And sometimes something so bad happens that the soul cannot rest. Run. يا مساء الفل أعزائي المشاهدين، النهاردة في الفيديو ده هنستعرض معاكم آخر أخبار السينما العالمية، وهنعرفكم كمان آخر أخبار المسلسلات والأفلام الجديدة. ولو كنتم حابين تشوفوا ترتيب أفلام البوكس أوفيس بتاع الأسبوع اللي فات هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن. وعموما أنا نادو معاكم من قناة سينما سطور، ويا أهلا وسهلا بيكم. ومن وقت قريب تم عرض الإعلان التاني لفيلم فيروسا، وزي ما حضرتكم عارفين إن الفيلم ده مشتق من فيلم ماد ماكس، وعامة تصنيف الفيلم بيكون أكشن مغامرة خيال علمي، وهيتم عرض الفيلم يوم 24/5/2024، والفيلم ده يعتبر الجزء التاني من سلسلة أفلام ماد ماكس، واللي تم إصدارها سنة 2015، وعامة الجزء الجديد هيكون من بطولة النجمة أنيا تيلر جوي. وكمان بيشاركها في الفيلم النجم كريس هامسوورث. وقصة الفيلم بتحكي عن بنوتة اسمها فوريسا، وبنعرف ان البنت دي اتخطفت من اهلها من فترة كبيرة، وفضلت بقى عمرها في البحث والعودة الى منزلها، وهنشوفها في رحلة قوية جدا، وده من اجل العودة والانتقام من اللي خطفوها زمان. والاعلان التاني بين اكتر ان الفيلم هيكون ملحمي، والمفروض ان الفيلم ده هيكون من اهم افلام 2024 المنتظرة. وسؤالي ده ليكم انتم، تفتكروا الجزء ده هيكون بنفس قوة الجزء الأول ولا لأ؟ وتم عرض إعلان لفيلم جديد اسمه ذا كرو. تصنيف الفيلم بيكون أكشن خيال علمي وجريمة، والفيلم ده يعتبر من نوعية أفلام الأبطال الخارقين، وقصة الفيلم مستوحاة من أحداث الفيلم الأصلي اللي تم إصداره سنة 1994. عامة هيتم إصدار الفيلم بالسينمات يوم 7/6/2024، والفيلم هيكون من بطولة النجم بيل سكارسجارد. وقصة الفيلم بتحكي عن واحد اسمه إيريك وخطيبته شيلي، والاتنين دول كانوا بيحبوا بعض وكانوا مرتبطين ببعض جدا، بس في يوم من الأيام بنعرف إنهم اتعرضوا للقتل بصورة وحشية، وده عن طريق شياطين ماضيهم المظلم. ولسبب معين بنشوف إيريك بيعود للحياة مرة تانية، بس المرة دي لما بيرجع بيكون على صورة غراب خارق للطبيعة، وابتدى يبحث عن الأشخاص اللي قاموا بقتله وقتل خطيبته، وزي ما تقولوا كده عاد من الموت علشان ينتقم منهم بلا رحمة. وبصراحة الإعلان كان شكله حلو جدا، والمؤثرات البصرية كانت في منتهى الجمال. لو انت من النوع اللي بتحب تتفرج لمجرد الاستمتاع فقط، او بمعنى تاني مش مهتم الاحداث دي واقعية ولا لأ، فاعتقد كده ان الفيلم ده هيكون مناسب ليك. We have a problem. He came for us. First impulse. Anger. It's not anger. It's love. ومن وقت قريب تم عرض إعلان لفيلم جديد اسمه أطلس. تصنيف الفيلم بيكون أكشن مغامرة دراما، وهيتم عرض الفيلم يوم 24/5/2024 على منصة نتفليكس، والفيلم ده بيكون من بطولة النجمة جينيفر لوبيز،
وبتدور أحداث الفيلم في المستقبل، وبنعرف إن في واحدة اسمها أطلس كانت شغالة محللة للبيانات، بس وقتها الذكاء الاصطناعي كان مسيطر على كل حاجة. المهم بنعرف إن في جندي منشق وكان متمرد، وهنشوف أطلس في مواجهة الذكاء الاصطناعي، وده من أجل الحفاظ على البشرية من مصير بائس. وإعلان الفيلم كان فيه مشاهد كويسة، وبتمنى إن الفيلم ده يكون قوي ويليق بنجمة كبيرة زي جينيفر لوبيز. عرض إعلان لفيلم جديد اسمه بريف. تصنيف الفيلم بيكون أكشن وإثارة، وهيتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 26/24/24، وبتدور أحداث الفيلم في المستقبل، وبنشوف أسرة مكونة من أب وزوج وبنت، وكانوا عايشين تحت الأرض، وده بعد لما الأرض ما بقتش صالحة للسكن، وده بسبب قلة الأكسجين وتغيرات المناخ. المهم الزوج بيختفي في ظروف غامضة، وقررت الأم والبنت يطلعوا يبحثوا عنه، وده بعد ما تغيب لفترة كبيرة، وبالصدفة بيقابلوا ناس غريبة، وكانوا بيدعوا انهم يعرفوا مكان الزوج، وهنشوف الام والبنت في مغامرة من اجل البقاء على قيد الحياة. وبيني وبينكم الفيلم ده ما يعتبرش من الافلام المنتظرة، بس بصراحة انا من عشاق الافلام نهاية العالم والصراع على البقاء، وبتمنى ان الفيلم يكون معمول بشكل كويس ويقدم لنا حاجة جديدة. ومن وقت قريب تم عرض إعلان لجزء جديد من سلسلة أفلام إليان، والعنوان الجديد هيكون اسمه إليان روميلس، واللي عرفناه إن المسؤول عن إنتاج الفيلم هو النجم ريدلي سكوت، والفيلم بيكون من إخراج المخرج فادي ألفرز، واللي أخرج فيلم إيفل ديد، وده يعتبر الجزء السابع في السلسلة. وعامة تصنيف الفيلم بيكون رعب خيال علمي، وهيتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 16/8/2024، وللأسف الإعلان كان مدته حوالي 60 ثانية فقط، وتفاصيل قصة الفيلم ما كانتش واضحة قوي، بس كل اللي فهمناه من الإعلان إن في مجموعة من الشباب في محطة فضائية مهجورة، وبيلاقوا نفسهم بيواجهوا كائنات مرعبة وغريبة. أي نعم إن الستين ثانية ما كانوش مبينين كل التفاصيل، بس بصراحة كانوا كافيين إننا نقول هنشوف حاجة قوية في الفيلم ده. ودلوقتي بقى لو قدامك فرصة تتفرج على أي فيلم من اللي تم عرضها على حضراتكم، فيا ترى هيكون الأولوية ليك وهتختار إيه؟ ممكن تكتبوا لي اسم الفيلم المتحمس إنك تشوفه، وأنا عن نفسي متحمس جدا لفيلم فوريسا رقم 1، وكمان متحمس جدا لفيلم ذاكرو رقم 2، وعامة مستني أعرف رأيكم في الكومنتات، وياريت ما تنسوش تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك وإنستجرام من دلوقتي، علشان تكونوا أول ناس تعرفوا آخر أخبار المسلسلات والأفلام الجديدة. وعموما دي كانت آخر أخبار الخاصة بالأفلام الجديدة، ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك ومتابعة وتفعلوا الجرس، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.